وتا كما كتعرف اول اجتماع كيكون واحد لقاء تواصلي، والحمد لله الاخوه اللي بقاو معنا هما اخوان ماشي جداد على عصبه الشمال، اللي اشتغلنا معاهم مده طويله وكيعرفونا عن قرب، حنا كنعرفوهم عن قرب. هذه هي الحاجه اللي عاد تزيد تخلينا باش نزيدو نشتغلو ونزيدو نطورو الاداره التقنيه ديال العصبه. ما كانش شي تغيير كبير، لان ربما حكيم الدودي كان كيشتغل مع الاخوان، كان كيشرف على المنتخبات، حكيم بن صديق كذلك، سي عمر الرئيس كل كيعرفوا لانه ديما معنا في العصبه، سي بن طالب، سي بروزين بقى الحمد لله هو كيشرف على راس الاداره التقنيه ديال العصبه. زاد معنا السي احمد الزايدي اللي تعاون مع سي بروزين، كما كتعرف بان الاداره كبرت لابد خص الاطر اللي يتعاونوا مع سي عبد النبي، وحنا الحمد لله عندنا الثقه في هاد الاطر هادو اللي عادي يعطيو الكلمه ديالهم. الحمد لله حنا كنشكرهم هذا المنبر هذا اللي عطاو الكلمه ديالهم بالشهاده ديال الجميع، لا بالاداره التقنيه السابقه على راسها سي ناصر لارقيس، كنشكرهم هذا المنبر هذا اللي الحمد لله ديما كان كيشهد في العمل اللي كتقوم به عصبه الشمال، وكيقدر العمل اللي كنا كنقوموا به كعصبه كاداره تقنيه. وهذا الشيء هذا ما جاش غير هيدا، وكان جا من بعد المجهودات الجباره اللي كتقوم بها الإدارة التقنية على رأسها سي عبد النبي برزين، وكذلك سي عمر الرئيس وسي محمد بن طالب، اللي خلاو واحد الصدى طيبة داخل الإدارة التقنية ديال الجامعة، وبالشهادة ديال الإدارة الوطني الجديد أوشن اللي قال الحمد لله عصبة الشمال لا خوف عليها، فيها أطر في المستوى اللي كيقوموا بواحد العمل كبير، وهذا إلا ما كيزيد إلا يحفزنا باش نزيدوا. ولو الشغل الشاغل ديالنا هو التكوين التكوين التكوين، كنقولوها وكنعاودوها، لأن كرة القدم محتاجة للتكوين باش يكون الخلاف في المستوى اللي أصبحنا كنعانيو من الخلاف. وحنا إن شاء الله تناقشنا بزاف على هذا التكوين ونفتحوا على العالم القروي، لأن بداو كيخرجوا منهم مواهب في المستوى وعندهم برنامج الحمد لله محترم اللي عطي الكلمه ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه كنشكروا موقع كره لايف على المتابعه والمواكبه ديالو دائما الانشطه ديال العصبه جميع التخصصات ديالها. اجتماع كان اجتماع اولي لتهيئه المشروع ديال البرنامج السنوي ديال الموسم المقبل 2020 2021. صادفنا لان الموسم هذا كاين اضافه في الاداره التقنيه، لان كاين اربعه ديال المديرين التقنيين، كل مدير تقني مكلف بواحد التخصص ديالو. عندنا سي عمر الرئيس مسؤول على التكوين، سي محمد بن طالب مسؤول على كرة القدم النسوية، سي حاكم مصدي كرة القدم القاعدية، كاين سي حاكم داودي كرة تطوير الممارسة عند اللاعب. هاد الاجتماع رحبنا بالإخوان، دعيناهم أن يكون العمل جماعي بغض النظر على المصير لأي واحد، لأن النجاح ديال عصبة الشمال كان دائما بديك العمل الجماعي اللي كنخدمو به، لأن مكانش هذا التخصص ديالو، بالعكس كنتعاونوا كاملين بينا. السيد رئيس العصبة هو رحب بالاخوان وقال بانه مساعد يوفر جميع الظروف باسم ديال اعضاء العصبة، كذلك كنشكروا جميع الاعضاء ديال العصبة اللي قدموا لنا الدعم كامل دائما، جميع الانشطة ديال اللجنة التقنية اللي كنجبروا الدعم كامل ديالو. حاولنا ان يكون برنامج مكثف، لان الهدف هو نزيدوا نطوروا المستوى ديالنا ديال كرة القدم بعصبة الشمال، ونحافظوا على ديك المكانة المتألقة والمتميزة اللي عندنا مع الإدارة التقنية الوطنية ولا نظر ديال الجامعة اللي صبحت عن عصبة الشمال. البرنامج فيه ايام تكوينيه ديال ايام تكوين المصممين اللي غادي تبداو غنبداو به الاول، كاين ايام تكوينيه ديال المدربين ديال القسم الممتاز، مدربين ديال القسم الثالث، مدربين ديال القسم الرابع، وغادي يكون على حسب المحاور. يعني غادي يكون عندنا يوم تكويني مدينه طنجه، غادي يكون ايام تكوينيه اخرى مدينه تطوان، ايام تكوينيه اخرى مدينه العرايش، واللي ما لها مدينه قصر كبير، وغادي نوزع نحاولوا نفتحوا على جميع المدن. وكاين برنامج ديال التكوين العادي، يعني تكون ديال الدبلومات ليسونس دي ليسونس سي ليسونس بي، وغادي نحاولوا ما امكن يكون اكبر عدد ديال الدورات هذا الموسم هذا، ندوزوا اكبر عدد ممكن ديال المدربين، كل واحد على حسب التخصص ديالو. كما تكون عندنا دورة تكون ديال حراس المرمى، الاعداد البدني، كرة قدم قاعدية، كرة قدم القاعة. كما اننا ركزنا كان واحد الاهتمام كبير بكرة قدم النسوية، اللي غادي يكون عندنا واحد البرنامج مكثف ان شاء الله، وعندنا واحد التنسيق غادي يكون عندنا مع المدرسه ديال الرياضيين، السنه ديال الرياضيين بزياده، وسواء السنوات الجديده اللي كاينه في تطوان غادي نحاولوا نفتحوا عليهم حتى هما، وغيكون عندنا انفتاح الموسم هذا ان شاء الله على جميع المدارس الرياضيه سواء في الجهه كامله، وغيكون عندنا مهرجانات غادي نفتحوا للعالم القروي، لان الهدف هو نوسع القاعده ديال الممارسين بالعالم القروي بجميع انحاء ديال الجهه. كما ان هذا البرنامج ان شاء الله غادي نتمنى انه يكون توفيق لنا، ونحاولوا كملوا ديك المشوار اللي بدينا. بالنسبه لايام تكوين مستمر، حنا عندنا واحد الاشعار غادي نحاولوا نشعروا السلطات على حساب الوباء اللي هز علينا اللي كاين دابا، يعني على حساب نعملوا الاحتياطات اللازمه ديالنا، وغادي نبداو انطلاقا الاسبوع المقبل ان شاء الله
بخصوص دورة التكوينية كنتسناو البرنامج العام ديال الجامعة وإن شاء الله غادي نعطيو البرنامج حسب التنسيق ديالنا مع الجامعة. شكرا على المواكبة في إطار يعني البرنامج والتوجهات ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والإدارة التقنية الوطنية. كان هذا أول لقاء مع الرئيس ديال العصبة السي عبد اللطيف العافية ولا السي عبد النبي بورزين رئيس اللجنة التقنية باش نتكلمنا على البرنامج السنوي ديالنا ديال التكوين بالإضافة إلى محاور أخرى باش يكون في العلم ديالكم. الجامعة هاد السنة هادي ارتأت على أن الإدارة التقنية الجهوية فيها 4 ديال لي ديبارتمون، كاين التكوين، كاين الكره النسويه، كاين المنتخبات ديال الجهه، وكاين يعني التطور الممارسه عند الفئات العمريه ديال 6 سنين 12 عام. يعني كاين 4 المحاور حاولنا نتكلموا في هذه المحاور باربعه، كل واحد عطى التصور ديالو. وضعنا واحد البرنامج السنوي اللي غادي تعطى الاداره التقنيه والجامعه. ان شاء الله حنا غادي نواكبوا العمل ديالنا بحكم ان دائما عصبه الشمال كانت رائده في هذا البرامج، كتعطي منتخبات مهم يعني حتى في التكوين الحمد لله. كاين اخوه اللي كيجيو من خارج مدينه الشمال باش كيدوزوا عندنا لي ستاج. علاش؟ لان القيمه ديال لونكادرومون في المستوى. حنا ان شاء الله غادي نكملوا في هذا لوسونس ونطلبوا من الله التوفيق للجميع. ما كاينش جديد لاننا نتكلم بحكم العمل ديالي في تكوين المدربين. كان دائما دي ليسونس سيتادير ليسونس دي والسي والبي والاشلون ناسيونال ا، كيبقاو لي ميم ليسونس. كيبقى يمكن يتبدل البرامج بحكم ان كاين موديل تقني جديد. احنا عندنا في القريب العاجل عندنا يعني لقاء مع السيد الموديل التقني، نشوفوا التوجه ديالو والبرنامج ديالو بطبيعه الحال بالمصادقه ديال الكاف هي اللي كتعطينا البرنامج ديال كل ليسونس بحال اللي قلت ديال دي والسي والبي والا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه الاجتماع كان مفيد لان بحال كتعرفوا هذه الظرفيه اللي كنعيشوا هذا الوباء هذا اللي كان بعد اللي كانت واحد الغيبه نقولوا شي طويله، وانا كان التواصل وانما كان التواصل غير عبر الهاتف، ولكن الحمد لله اليوم استمعنا سمحصنا الظرفيه باش اننا نستمعوا وباش وضعنا واحد البرنامج ان شاء الله اللي غادي يكون هذه الشهور المقبله ان شاء الله، وان شاء الله غادي يعطي الثمار ديالو. وحنا بحال اللي كيعرف الجميع بان تحملنا المسؤوليه ذات السنه هذه، ونتمنى نتمناو كاملين اننا نكونوا في المستوى باش نعطيو واحد السمعه واحد القيمه بالنسبه لعصبه الشمال. بالحقيقه غادي نحاولوا نحتفظوا على المسار ديالها اللي دائما انها كانت في المستوى، ونتمناو حتى حنا نكونوا ان شاء الله في المستوى وعند حسن ظن الجمهور الشمالي ان شاء الله. اللي الهدف منه هو ان نبداو في العمل ديالنا، رغم اننا بدينا في العمل، لان بدينا في العمل شحال كاين مسايره ومرافقه ديال مجموعه ديال الفرق، كان اتصالات مجموعه ديال المسؤولين ديال الفرق النسويه، والتصور الجديد ان شاء الله على المستوى ديال الشمال بصفه عامه، وربما غادي يكون واحد توسيع القاعده الممارسه ونقدروا نهبطوا حتى 13 سنه، ويمكن غنوصلوا لكره القدم الخماسيه ولماذا لجميع الفئات العمريه فيما يخص من 16 15 عام 17 عام حتى 13 عام 10 سنين المشاركه ديالهم على كره القدم الخماسيه على المستوى ديال الجهه كامله، لان بحكم لعب قرب متواجده وحكم توسع القاعده، لان كتسهل على ان الفرق قدروا يجمعوا واحد المجموعه حتى لو كان عنده غير 12 13 ديال البنات تجمعهم راه نقدروا نشاركوا بهم. ونفتح على المحيط ديالنا خصوصا المحيط المدرسي ان شاء الله، نحاولوا نتعاونوا مع الرياضه المدرسيه ونفتحوا عاوتاك على المحيط ديال الجهه كامل سواء داخل المدينه او الجانب هذاك المحيط القروي ديالنا غنفتحوا عليه، والمدارس وان شاء الله اللي حشمنا. وكما عودتنا عصبه دائما كتوفر لنا جميع الظروف ديال العمل، والاخوان كلشي متحمس باش عاود ان شاء الله ننطلقوا انطلاقه جديده ونحاولوا نكملوا على المسيره اللي بدات السابقه. واليوم كان اول اجتماع مع يعني الاخوان ديال عصبه الشمال مع السيد الرئيس ومع الرئيس ديال اللجنه التقنيه، واللي حاول رئيس اللجنه التقنيه انه يستعرض البرنامج ديال السنه المقبله ان شاء الله، وفي نفس الوقت طلب من المدراء المعينين من طرف الاداره التقنيه الوطنيه باش يدليو بالملاحظات ديالهم وبعض المعلومات اللي ممكن انهم يزيدوها في هذا البرنامج هذا. وتبارك الله كان واحد البرنامج اللي في واحد المستوى عالي جدا، وكنتمناو نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله ويتحقق هذا البرنامج هذا. التعريف على الكره القاعديه ولا الجراس روت كما كيسميوها الانجليز، فالجراس روت هي ايصال كره القدم الى ابعد نقطه نائيه والى الاحياء المهمشه، هذا هو الاهم
وما دوك الناس اللي ما كيلعبوش الكره وما عندهمش فرصه انهم يشاركوا، انت كتحاول توصل لهم وتسهل لهم باش يلعبوا الكره. علاش؟ لان في هذه المناطق هذه النائيه وفي القرى النائيه وفي الاحياء المهمه ماشي كيكونوا الاطفال عندهم واحد الموهبه وكيكونوا في واحد المستوى عالي، ولكن شكون هذا اللي يقدر يكتشفوا ولا يشوفوا؟ دونك حنا ملي كنحاولوا ننظموا هاد المهرجانات وهاد المقابلات هنا كيبداو يبانوا لنا بعض العناصر اللي ممكن انهم يفيدوا الكره الوطنيه، وفي نفس الوقت كتساهم باش كتنشر كره القدم فهاد الربوع اللي هي مهمشه. يمكن تلقى ما كاينش حتى ملاعب، يمكن ما تلقى حتى شي حاجه، ولكن بالاتصال بمسؤولين على هاد المناطق هادي غيحاولوا مثلا يوجدوا لنا واحد الارضيه واخا تكون ترابيه، بعض الخيام، يعني غيكون واحد المهرجان في واحد المستوى عالي جدا اللي غيحضروه الناس ويحضروه الاطفال ديال المنطقه، وهذا الشيء هذا كله غادي يساهم في يعني في الرفع من عدد الممارسين في المنطقه ديال الشمال. اول اجتماع للجنه التقنيه رئاسه ديال السي عبد النبي بورصين، وتقدمنا يعني اليوم قدمنا البرنامج السنوي ديالنا ان شاء الله اللي غنشتغلوا عليه جميع، وراه اللي هو غني ان شاء الله بجميع الاشياء ان شاء الله غادي تكون في هذا البرنامج الجديد اللي كاين، بان غنفتحوا له بزاف ديال الحاجات، غنفتحوا له المدارس التعليميه والمدارس الرياضيه بالنسبه للرياضيه، وبالنسبه لهذيك غادي نركزوا على المنتخبات ديال على نزيدوا في المحاور، نبداو منتخبات يعني على حساب المحاور، يعني في الاول غيكون منتخبات على حساب المحاور، ومن بعد غنعملوا منتخب جهوي غيكون قوي ان شاء الله في جميع الفئات، يعني بحال بالنسبه لي اللي نكلم بهم انا يعني 15 17 19 ان شاء الله، وغادي تكون برامج اخرى ان شاء الله ونخدموا على جميع يعني احسن العناصر اللي غنزيدوا نطوروهم، غادي نكملوا على في التطوير ديالهم اللي كيكون في شي فريق شي لعاب ممتازه ابار اهل المنتخبات، اذا كان يعني خصو شي عمل ولا هذاك ان شاء الله غادي نخدموا معاه.